السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمار البيت تقدر تقول إن هم مجموعة من الجن الصالح المؤمنين اللي بيسكنوا معاك في قلب بيتك، بياكلوا ويشربوا معاك، بيدفعوا عنك كل مكروه. يعني لو جه شيطان حاول إن هو يدخل بيتك بيطردوه من هذا البيت، وسبحان الله ربنا جعلهم سبب من الأسباب اللي بتدفع عنك كل مكروه بإذن الله جل وعلا، فهم من الأسباب اللي أوضعها الله عز وجل لحمايتك بإذنه وبمراده. عمار البيت نفس الهيئة بتاعتك، فلو أنت بتصلي هم بيصلوا، ولو أنت ما بتصليش هم ما بيصلوش، ولو أنت مسرف على نفسك في الذنوب والمعاصي بيكونوا على نفس الشاكلة، فهنا تكثر الأمراض وتكثر الابتلاءات في البيت. وفي أدلة من السنة على عمار البيت، فتعالوا كده نتنقل في الأدلة ونقول إيه هي علامات وجود العمار الصالحين، فركز معايا أخي الكريم. أول حاجة، أبو موسى الأشعري بيروي حديث غريب جدا وحديث جميل جدا، تقدر أنك أنت ترجع له أيضا في كتب السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، وكان في شاب حديث عهد بعرس لسه متجوز جديد، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أستأذنك حتى آتي أهلي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب هذا الشاب إلى بيته وجد زوجته واقفة على باب البيت، والغريب إن كان شعرها ما كانش مستور، فغضب وهم ان هو يضربها بالحربة، فقالت: على رسلك، تمهل، خش كده بص ايه اللي موجود على الفراش بتاعك. فاول ما دخل على الفراش وجد ثعبان ضخ نايم على فراشه، فهم هذا الشاب بالحربة وقتله، فوجع الشاب في نفس اللحظة صريع ومات. فذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في المدينة جنا مسلما، فإن تعرض لكم أحد منهم فاستأذنوه 3 مرات، فإن بدا لكم فاقتلوه. عشان كده لما تشوف إن في ثعبان موجود في بيتك استأذنه 3 مرات، قل له: أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تخرج وتترك بيت. فإن ظهر لك في اليوم التالي حرج عليه أيضا، قل له: أحرج عليك بالله العظيم أن تخرج وتترك بيت. فإن ظهر لك في اليوم الثالث حرج عليه في المرة الثالثة، وإن بدا لك بعد 3 تحريجات قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو شيطان فاقتلوه. حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما معناه كانوا موجودين معاه في غزوة من الغزوات، فروا الثعبان، فهم الثلاثة إنهم يقتلوا الثعبان، فطلعوا يجروا وراء الثعبان، فالثعبان دخل جحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرقوا الجحر بالثعبان اللي موجود جواه، وانقضوا عهد إبليس وبرؤوا ذمته، لأن إبليس عليه لعنات الله، ونكسوا ذمته، لأن إبليس عليه لعنات الله لما دخل لآدم عشان يوسوسه لما كان موجود في الجنة، قال للثعبان: دخليني عشان أقدر إن أنا من فيهك أوسوس لآدم عليه السلام، فأبت، فقال لها: أنت في ذمتي وأنت في حمايتي. عشان كده جميع الصحراء يعرفوا الكلام ده، وجميع الناس اللي هم عندهم المكشفة الشيطانية يعرفوا أيضا الكلام اللي أنا بقوله. عرش إبليس حوالين منه حيات كثيرة جدا، لأن إبليس بيعظم الحيات، حتى إن الجن منهم صنف حيات. ولذلك سبحان الله هذا الشيطان الخبيث اللعين يعني إبليس دخل عن طريق الحية فوسوس لآدم، فكان سبب في إخراجه من الجنة، وفي عهد بين الثعبان وبين إبليس. عشان كده في عداوة فطرية بيننا وبين الثعابين، فانت لو جيت تمسك الثعبان لازم ان هو يقرصك، ما يرتاحش مع ابن ادم نهائيا، حتى ولو رباه والفوا على بعض لازم ان الثعبان يغدر بيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اللي يشوف ثعبان يقتله عشان ينكس ذمه ابليس، وان مات الشخص من هذا الثعبان فهو شهيد باذن الله جل وعلا. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في المدينه جنا مسلم، فما بدا لكم منهم فاستاذنوه 3، فان ظهر ليكم بعد 3 ايام اقتلوه فهو شيطان. عشان كده في ناس كتيره جدا بتشوف ثعابين في بيتها فتقتل الثعبان ده من اول مره، فيبص يلاقي الولد ابنه يجيله صرع، او ربما ان هو يجيله ابتلاء، او ربما ان هو يصاب بمرض، ربما البعض يعني سبحان الله يصاب بامراض ما لهاش اي علاج نهائيا، كل ده بسبب العمار. والعمار ممكن ان هم يظهروا في صوره القطط، يعني مثلا ممكن تلاقي قطه داخله بيتك وعايزه تاكل، اديها من العظم بتاعك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجن قال لعبد الله بن مسعود: اتبعني. فتبعه عبد الله بن مسعود فخط له خط وقال: إياك أن تبرح هذا الخط، لأنك إن ربحته ما رأيتك وما رأيتني. ظل عبد الله بن مسعود طول الليلة دي واقف في قلب الدير حتى ما عادش. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لي بعد صلاة الفجر وقال له: ما فعلت؟ قال: لم أبرح مكاني يا رسول الله. قال: أما أنك لو جلست كان الأمر عادي. قال فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم:
أما أنك لو تخطيت هذه الدائرة ما رأيتك وما رأيتني قط بعد ذلك. ليه؟ لأن الشياطين تتخطف بني آدم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الإنسان يستنجي بالروث اللي هو يعني أعزكم الله، الروث اللي هو يعني إخراج الدواب، ويستنجى بالعظم، لأن العظم ده هو طعام إخواننا من الجن، الجن المسلم. عشان كده يا أخي الكريم لازم إنك أنت تسمي. ليه؟ لأن الشياطين بتاكل معانا. غالب الناس ما بتسميش الله جل وعلا، فتقوى الشياطين ويتجبروا الشياطين وأصبح لهم دلوقتي السكن في الحضر، ويخشوا ويباتوا معانا في بيوتنا، لأننا لا بننقل السلام ولا بنسمي لما بناكل ولا بنحمد، أغلبنا كده إلا من رحم الله جل وعلا. فتيجي الشياطين قوية على الجن المسلم، فهم في حروب، والحروب دي شديدة، ولذلك بعض الجن المسلم ربما أنه يفتتن بفعل الشياطين، فيشوف الشيطان بياكل وبيشرب وبيتهنى وبيلبس وبيستمتع وكل حاجة، وأنت ما بتحطلوش أكل. فياك انك انت تضرب قطة او تضرب كلب، تمام؟ اذا كان الكلب لونه اصفر او احمر، عاد الكلب الاسود، فلو شفته اقتله، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله، واسال الله عز وجل اني عني واياكم على ذلك. عشان كده يا اخي الكريم عايزك تركز معايا، القطط قد يتلبسها الجن، فلما تشوف حاجة من القطط دي تحط لها الطعام بعد ما تسمي الله عليه وتحمد الله، فالقطط دي يعني سبحان الله بتدفع عنك الشياطين وبتدفع عنك المكاره. فعمار البيوت بيكونوا موجودين معانا على هيئه قطط، على هيئه مثلا ثعبان في بعض البيوت اللي بتكون موجوده في الاماكن اللي فيها صحراء او الاماكن الزراعيه، او لربما انك انت يعني سبحان الله يظهر قدام منك شيء غريب في قلب بيتك، بس غالبا بيكون ثعبان فحرج عليه 3 مرات. اما بقى ازاي ان انا استشعر ان البيت فيه عمار؟ اول حاجه لو العمار دول عمار خير، هتبص تلاقي دايما انك انت اول ما تخش البيت بتلاقي فيه بروده على الرغم ان خارج البيت حر. هتبص تلاقي ايضا انك انت لما تحط روائح طيبه بتلاقي ان نفسيتك مرتاح ونفسيتك هادئه، ولما تيجي تصلي تبص تلاقي ان امورك كلها مستقره كده وفي سكون رهيب في قلب البيت. اما اذا كنت انت انسان بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وفي حياتك ذنوب ومعاصي، في الحاله ديت بتكون الشياطين مستوليه عليك ومش هتعرف تنجو من هذه الشياطين الا لما تكثر من الاستماع للرقيه الشرعيه. طيب انا عايز اطرد العمار السيئين اللي موجودين في بيتي، اطردهم ازاي؟ اجيب ملح وارش في كل اركان البيت هذا الملح بعد ما اقرا عليه سوره البقره والجاثيه والمعوذات والاخلاص والناس، واقرا عليه سوره المعارج والذاريات. ثم بعد ذلك اذن في البيت لمده 3 ايام قبل صلاه المغرب. ثم بعد ذلك اولع بخور طيب في قلب البيت واقول احرج بالله العلي العظيم على كل من يسكن بيتي ان يفارقه، وتظل تحرج لمدة 3 أيام. إذا كان البيت بتاعك فيه مشاكل أو فيه تعطيل أو فيه مكاره أو فيه شيء مش كويس أو فيه عين أو فيه شياطين بتخدم سحر معين، اعرف إن الشياطين دولت كلهم حينزالوا من قلب بيتك، وحيصبح البيت بتاعك فيه الهدوء وفيه الراحة وفيه السكينة وفيه الطمأنينة. وإذا كان الأمر عكس ذلك هتبص تلاقي إن أمورك كلها معقدة، فانتبه. في قصة غريبة جدا قصها علي أحد الأشخاص، وأذكر منها ما أقوله لك الآن. إن كان في دولة من الدول العربية كان الأولاد بيلعبوا وقت المغربية، فجاء ولد من الأولاد مسك قالب طوب ولقى قط، فمسك القط ده حدفه بالقالب الطوب فكسر ظهره. فلما كسر ظهره جاء الولد ده يعني انصف في نفس اللحظة بكسر في الظهر، وأصبح إن هو إيه يعني راقد على الفراش، يعني جوه بطبيب واتنين مفيش أي فايدة نهائيا، والطب مش لاقي له أي أثر، إن الولد ما بيتحركش نهائيا. فعرف الاب بالقصه اللي حصلت ديت، فربما يعني سبحان الله ان يكون في جن وتيجي انت ترمي عليه طوبه او انك انت تاذيه او انك انت تضره، فيعود عليك انت بالضر او يعود على اولادك بالضر. وكم من اشخاص كسروا وضربوا قطط فتعرضوا للاذى وتعرضوا للمكروه، وكم من اشخاص اعتدوا على ثعابين وقتلوهم بدون ان يستاذنون 3 مرات فتعرضوا لمكاره كثيره جدا في حياتهم ما عرفوش انهم يخرجوا منها. فعشان كده ان في البيوت بتاعتنا احنا كمسلمين جن مسلم، فلازم ان احنا نستأذنه 3 مرات لمدة 3 ايام، فلو ظهر لنا مرة تانية نقتله فهو شيطان ولا دية له. اخبرني يا اخي الكريم، هل في اي علامة شفتها ببيتك تدل على وجود العمار؟ تمام، وقول لنا في التعليقات ايه اللي انت عملته مع عمار البيت، وشارك الحلقة دي لاصحابك واصدقائك اللي تعرفهم فالدال على خير كفاعلين. دمتم في ود في امان الله، ليكم اطيب تحياتنا، اخوكم يوسف احمد. ما تنساش تدوس لايك وتعمل مشاركه وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.